يعني لكن لاحظ 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 هو طالما في الزاوية الصعبة الزاوية الضيقة لا أعلم هل هي تسلل أم لا. لاحظ هو بهذا الشكل القوي وقريب من اللعبة قريب من اللعبة من المرمى قريب من كازياس. هذا أفضل ما يمكن القيام فيه التسديد القوية جدا من بارال، وبارال يتقدم بالهدف الأول لسبورتينغ خيخون. كان إيكر كازياس متابع ولكن عملها سريعة من الفريق الملكي. لاحظ لاحظ كيف عملها، هو يعملها بهذا الشكل واثناء ما تكون هي في الهواء هي تلف 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 الكرة من قوتها، وبالتالي صدها خوان بابلو لكن سقطت امام فاندر بارت. وفاندر بارت اذا يسجل، لكن لاحظ فاندر بارت لاحظ كرة فاندر بارت المطالبة هنا بأن فاندر بارت سريعا بلمح البصر يسجل هدفين متتاليين. لاحظ الرأسية الأولى الرأسية الثانية، الرأسية الأولى من رونالدو الرأسية الثانية من تشافي ألونزو، وتشافي ألونزو يسجل هدفه الشخصي الثاني في الليغا. والعيا مباراة، ولع يا سانتياغو برنابو، ولعها أول مباراة وبعد ذلك لا بعد أن هذا. لكن شوف 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 يعني بصراحة في لاعب واحد يخدمك يفوزك يعطيك النقاط يعطيك البطولات يعطيك الألقاب. جوتي في خط الوسط يعمل كل شيء في المباراة، كريستيانو رونالدو يعمل كل شيء في المباراة. في غضب من هيغوين على عدم تمكنه من تسجيل الأهداف، الآن هو ينطلق ويحط الكورة حق